مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق ديال ناعمة اللي فقدت الإبنة ديالها شيماء عندها 15 سنة، مشاهدينا الكرام لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، ناعمة عندها جوج وليدات، عندها ابن عنده 19 سنة وعندها ابنة عندها 15 سنة، كتعيش حياة سعيدة شأنها شأن أي مغربية، إلا أن واقع القضاء والقدر له رأي آخر. في لحظة من اللحظات كتلقى الإبنة ديالها انتحار، الأم لها رأي آخر، الوثائق فيها انتحار وإحساس الأم في تفسيرات أخرى. تناولنا الموضوع، عدد كبير من المغاربة شافوا القصة، تواصلوا مع الأخت في إطار المساندة، وهذا شيء متعارف عليه في المغاربة. الآن هناك مستجدات ونقط أخرى جوهرية في الموضوع غنشوفوها معايا، تبعوا معايا. إذا كان ممكن غادي نعاود نقول لك ثاني راسك الصبر، إذا كان ممكن تعاودي لي على بعض المعطيات يلاه سمعتهم. كانت واحد السيدة قبل من الواقع هذا الانتحار الابن، حسب ما هو كاين في الوثائق، أنه قالت لك راه عندي واحد السر راه بغيت نقوله لك على الابنة ديالك وعلى الولد ديالها، وكاين شي أمور أخرى سمعتها من بعد. شنو الحوار اللي دار بينك وبين ديك المرأة؟ الحوار اللي دار بيني وبين هذيك المرأة، هذاك النهار بالضبط، هذاك النهار بالضبط كنقلب على بنتي، طلعت كتنشر الحوايج، يعني ما كان عندهاش شي حاجه ديال شي مشكله ولا قلقه ولا ضاربه شي واحد ولا معصبه ولا شي، ما عندها حتى شي مشكل. بالعكس هذاك النهار كانت فرحانه ما قداش فرحه، قسما بالله كانت خارجه هي وخالتها، قالت لي ماما كنا ما خدمتيش اليوم وبقيتي خرجتي معانا. قلت لها انت خرجي مع خالتك ومع صحباتك اليوم خارج المارينا وداك الشيء وصافي. قلت له الصباح انا نديك معايا، كانت معروضه انا ويا عند واحد صاحبتي دايره الحفله لبنتها، قد هي صافي وفرحانه ما عندهاش شي حاجه ديال قد هكا ديال شي مشكله ولا شي حاجه، ما كاينش. كتهضر مع خالتها الخمسه لاروب، خمسه لاربعه بطانه مع الخمسه، اقسم سولت على اخوها قلت لي فين هي اختك، قال لي راه واقيلا كاينه عند هذيك الجاره الفوق. طلعت عند الجاره سولتها قلت لها عافاك واش بنتي كانت جات عندك؟ قالت لي كانت عندي ومشات. قالت لي واجي نقول لك على بنتك وولدي. قلت لها اخبار الخير بحالك؟ قلت لها اخبار الخير شنو كاين؟ قالت لي هو اجي. قالت لي كسي نقول لي؟ قلت لها انا شوفي زربانه راه 5:30 دابا، هادي انا داخله الخدمه خدامه مع 6 كندخل الخدمه. قلت لها الصباح مين نخرج مع 7:30 نمشي عندك وعاودي ليا. صافي هي هذيك خليتها هكاك. طلعت مع السطح قلت لها نشوف بنتي في كاينه غادي نمشي للخدمه، نهبط نلبس حوايجي. طلعت مع السطح كنلقى حوايج ناشره بنتي، حوايج وواحد السروال تاع الجين ديالها كيما غادي بيه الحبل المليوح في الارض. كنلقى التليفون ديالها طافي، قبل ما نلقاها سمحوا لي بزاف، قبل ما نلقى التليفون ديالها طافي الدور اللي كنشوف بحال هكا كنلقى بنتي، كيبان لي داك الخيال على وجهي. دوري كندور كنشوف كنلقى بنتي، تلقى بنتي صافي ماتت. ديك الساعة شفتها لقيتها ميتة، ماتت عوينة دم سكينة خارجين ولقيتها ميتة، البنت ديالي مقجوجة غير من هنايا، غير من هنا والقنبة ماشي سريفة ولا شي حاجة، ولا ديري لها جر خويا ولا شي حاجة غتلقاها ميتة دايرة بحال هكا. كنلقى بنتي مقجوجة غير من هنايا، قنبة مطوية اللي كانت ديال العيد كانت في الشرجم محيدة ومديرة في الحديدة ديال البارابول، ومعلقة غير من هنا مسندة على الحيط، وهنايا ديالها مسلوخ وهنا ديالها مسلوخ، مسلوخ طبيض بحال هكا. كيفاش بنتي غادي تنتحر وبنتي ما عندها حتى شي مشكله؟ انا درت لها فوت بزاف مي بطها، ولكن ما قدرش نخليها هكاك، انا ما قدرش نشوف فيها ونخليها معلقه ما يمكنش، كبده صعيبه بزاف قسما بالله. الله يرزقك الصبر يا ربي. اذا كان ممكن اختي الله يطول عمرك انك تساعديني، كاين كلام اخر سمعته اللي هو انه ديك السيده عطاتك واحد السر فيه الزواج، شرحي ليا. كتقول لي بنتي ماما راه ما تخطبني فلانه لولدها. كنقول لها بنتي هذيك الهضره ما كايناش، انت اصلا باقا صغيره عندك 15 عام باقا صغيره، هذا الشيء ما كاينش. يعني هذوك الناس كنحسبوهم عائله، ماشي كنخرجوا عندهم وكندخلوا عندهم، يعني كنحسبوهم عائله هذوك الناس، ما كاينش نحسبوهمش بحال هكا. ولكن داك السر اللي كانت تقول لي ديال بنتي، مي ماتت بنتي ما بقاش تعاود ليا والو، قاش عاودت لي حتى شي حاجه. قلت لها عاودي لي شنو كنتي تقولي لي على بنتي؟ قالت لي صافي ما نعاودك حتى شي حاجه، شي ما دات سر معها الله يرحمها جدد عليها الرحمه.
من بعد بديتي انت كديري في الشكايات. درت شكايات ما خليت، درت شكايات ما خليت، فين درت شكايات ما خليت، عاود شكايات عاوتاني من جديد وما خليت، ومشيت للرباط وصيفت الشكايات سي الحموشي وما خليت، مشيت كتبت بزاف ديال الشكايات ومازال ما توصلت حتى شي حاجه. ما عندكش معلومات على داك التشريح شنو اللي فيه؟ التشريح كنقول لهم عطوني فوتوكوبيات ديال التشريح نشوف شنو كاين، حيت كيقولوا لي كيقولوا لي التشريح ما فيه اغتصاب، ما فيه حمل، ما فيه عنف. علاش كيقولوا لي هكاك وانا بنتي شت على عنف؟ هذا الشيء من جلالك الا انا مسلوخ لي صدره، انا كله بيض ومسلوخ لانايا. المحامي ديالك ما قدرش يوصل هو الملف ويقول لك شنو فيه؟ المحامي ديالي يلا توصل بالملف، قال لي يلا لقيته، شحال هو كيقلب عليه، قال لي ما لقيتش، ما كيلقى حتى شي حاجه، قال لي يلا توصلت بالملف وراه قال لي درت، قال لي واحد الشكايه عاوتاني من جديد عاودتها. وكانت من املي في الله سبحانه وتعالى وفي جلاله الملك وفي السي الحموشي والضحك الكرام كلهم يعاونوني يشوفوا لي شي تاع بنتي يا ربي امين. ولكن بنتي كان على الكسوه ديالها هنايا كان على شي جران، كان على جران من هنايا، وفاش مشات للتشريح في الصباح قلت لهم عطوني الحوايج ديالها، توني قلت لهم الحوايج ديالها كان دايره شي خويا تمات واحد السلسله وداك الشيء وواحد الكسوه كانت لابسه، قلت لهم عطوها لي، قالوا لي لا ما كاينش حرقناها، قلت لهم لا علاش حرقوها، عطوني الكسوه ديال بنتي نشوفها، ما عطوني حتى شي حاجه، قال لي حرقنا ما عطوني والو في التشريح، ما عطوني حتى شي حاجه. هادشي قلتيه للمحامي؟ اه قلت للمحامي ديالي. اه ودرج هادشي في الشكايه؟ لا ده انا الشكايه داكشي اللي درنا في المحضر، يعني كنا مفقودين، يعني داكشي اللي خصو يدار ما درناهش. انا كنطلب السي الحموشي وجلاله الملك يوقفوا معايا وعاودوا لي البحث، عاودوا لي البحث يشوفوا لي بنتي كيفاش ماتت. انا بنتي كيقولوا لي منتحره، ولكن انا بنتي ما غتنتحرش، انا مأكده بنتي ما غتنتحرش. وكنعاود نطلب لهم، نطلب نداء منهم وجلاله الملك يوقفوا معايا ويشوفوا لي بنتي باش ماتت. انا بنتي ما يمكنش تموت، ما يمكنش تنتحر، ما يمكنش، ما يمكنش بنتي تنتحر. بنتي ما عندها حتى شي مشاكل، ما عندها حتى شي واحد، لا مع خوها لا مع هي لا مع باباها لا مع حتى شي حاجه. كتهضر مع خالتها حتى لاخر لحظه وتقول لي راه ماتت، ما تقبلتهاش. دوك الجيران اللي عندك تما ما كاينش اللي عطاك شي معلومه، ما كاينش اللي عطاك شي خيط باش توصلي له؟ لا، واحد الجاره قالت لي، قالت لاختي في الحمام، ماشي لي انا، قالت لاختي في الحمام كان سمع الغواط في السطح وعتقوني عتقوني عتقوني. قالت لها ولكن ما عرفتش، قالت لها ما طلعتش انا، قالت لها السطح لا حتى شي حاجه. وسمعت هذاك التصريحات اللي قلت لها، قالت لها هذيك الجاره حتى هي غادي تحضر وهذا. طلعت عندي الجاره وقالت لي راه ما سمعتهاش هي، سمعتك غير انت هي، ولكن انا بنتي هذيك الساعات فاش لقيتها ميته لقيت فيها الجران، حويجه فيها الجران، يعني البيجامه ديالها موسخه من هنايا. وفاش كمشيت كنطلب الحوايج ديالها ف في لامورك في الرحمه ما عطاونيش حتى شي حوايج، قالوا لي ما كاينش حرقناهم. انا كنت طالب بهذوك الحوايج، قلت لهم بغيت هذوك الحوايج، حيت الكسوه ديالها كي كانت مجروره في الارض موسخه، ولكن ما عطاوني حتى شي حوايج. بغيت شي ادله ديال بنتي، كانت سلسله وكان خوذن ديالها وكانت واحد البيجامه ديالها اللي كانت لابسه وداك الشيء. قلت لهم عطوني هذوك الحوايج، قالوا لي ما بقى حتى شي حاجه، كلشي حرقناه ما كاين والو. انت الان ما مشيتيش للولايه باش تسولي على الملف فين وصل، شنو الجديد اللي فيه؟ ما سولتيش؟ لا باقي، قالوا لي راه باقي البحث جاري، انا باقي كنتسنى فيهم يجازيهم بالخير ويوقفوا معايا، الله يوقف معاهم ويوقف لي لوليداتهم، يعتبروها بنتهم، ما يعتبروش بنتي انا. الله يفرج عليك يا ربي يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، هذه هي وقائع شيماء 15 سنه كما قلت في السابق، الوثائق فيهم انتحار والام والاحساس ديال الام له رأي آخر. مشاهدينا الكرام، الملف الآن بين يدي عناصر أو الضابطة القضائية بولاية الأمن لبحث دقيق في الموضوع. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد في حالة إلى تبينات أمور جديدة لغنور بها الرأي العام. الأم تتحصر، الله يسمح لنا من الوالدين، على الإبنة ديالها 15 سنة ما لقاتش علامات تفيد انه عندها مرض او شيء من هذا القبيل، الا ان في لحظه من اللحظات كتلقى بنتها ميته من اصعب الاشياء. ولكن ثقه لنا في العناصر الامنيه لبحث في الموضوع ولتبيان الحقيقه، هل شيماء انتحار ام امور اخرى؟ مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.